رجعنا لكم مرة تانية لسه نستكمل معاكم باقي أخبارنا وفقراتنا في صباح أون تايم. وصلنا معاكم دلوقتي لأخبار القلعة الحمراء النادي الأهلي. سواستريم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قال إن اللعيبة قدموا مباراة قوية، مباراة كبيرة جدا أمام الاتحاد المنستيري التونسي، ونجحوا في إن هم يطبقوا تعليمات الجهاز الفني بشكل كبير جدا. هو الراجل راضي عنهم وشايف إن كل التعليمات اللي هو قال لهم عليها هم التزموا بيها. وكمان قال إن بداية المشوار الإفريقي ما كانتش سهلة، وإن الأهلي واجه خصم قوي على ملعبه ووسط جماهيره، وأشار لأنه أداء الفريق بيتحسن كل شوية بشكل مستمر، وأنه لسه عندهم المزيد، وأنه لسه هيكون في شغل أكتر وعمل أكتر خلال الفترة اللي جاية علشان يوصلوا لأعلى المستويات وأفضل المستويات اللي يحققوها في البطولات القادمة. واضح أن مستر كولر محضر حاجات كتير جدا للجمهور، ولسه عنده أفكار كتير جدا عايز يطبقها كمان مع اللعيبة، وعايز يعمل تطوير شايف أن هي مجرد بداية فقط في المرحلة دي أو في أول مباراة، ولكن هو هيبتدي أنه يحط إيده على أمور كتيرة جدا علشان يحسن من الأداء ويدي ثقة أكتر للعيبة علشان يكون المستوى أقوى الموسم ده. طيب يعني على الجانب الآخر، أكرم توفيق واحد من نجوم النادي الأهلي، وعودته بشوفها مهمة جدا 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 للنادي الأهلي في بداية مشوار إفريقيا أو بداية الموسم، واللي اتكلم عن سعادته بالفوز امبارح على الاتحاد المنستيري التونسي، وبيأكد ان الهدف هو التتويج باللقب، وقال هدف الاهلي الاساسي هو التتويج باللقب، وان كل مباراه بندخل المباراه على حسب المباراه، بنركز فقط في المباراه اللي احنا هنلعبها، مش بنشوف ايه اللي جاي، واكيد كل مباراه على حده. وبيتكلم عن مباراه العوده، اكيد هتكون مباراه مهمه، ولكن بيسعى اكيد للفوز فيها واستكمال مشواره افريقيا. بشوف ان عوده اكرم توفيق مهمه جدا جدا للنادي الاهلي والكولر، وفكره ان كان عندك مشكله دايما في حته الباك رايت، اكرم توفيق واحد من افضل اللعيبه اللي بيجيد اللعب في المركز ده وبعض المراكز الاخرى، فعودته مره تانية بتشكل اكيد ثقل للنادي الاهلي في بدايه الموسم اللي جاي. نروح مع حضراتكم لخبر تاني، والدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للاهلي قال ان بيرسي تاو لاعب الفريق ابتدى ان هو يتدرب دلوقتي، بدا تدريبات لمس الكوره بشكل تدريجي ومنفرد، وهينخرط طبعا في التدريبات الجماعيه قريب جدا، ابتدي ان هو يدخل في التدريبات دي. وكمان قال انه عمار حمدي خضع لقياسات جديده خلال الساعات اللي فاتت، وبناء عليه هينضم قريب جدا ان شاء الله للتدريبات بصوره طبيعيه. ودي من المعلومات ومن الاخبار الجيدة ومن الأخبار المفرحة جدا لكل الجمهور الأهلاوي اللي كان عايز يطمن على عمار حمدي. يمكن عمار حمدي بقاله فترة كبيرة جدا غايب عن المشهد، فترة العلاج طولت الحياة، انه كان اول ما ابتدى انه هو خلاص يتألق مع النادي الأهلي، للأسف قدر الله ما شاء فعل دخل في الإصابة اللي حضراتكم عارفينها، وعلشان كده طبعا كل جمهور الأهلي مشتاق جدا ان هو يشوف عودة عمار حمدي، خصوصا في ظل التدعيمات والصفقات الجديدة في النادي الأهلي. بالتأكيد هيكون في انسجام ما بينه وما بين المجموعة دي، ويكون إضافة للفريق وعودة بيرسي تاو. ولكن العودة بقى اللي كان مستر كولر بيحكي عليها، ان يكون اللاعب اتم شفائه تماما، وانه يكون راجع بقوة، وانه ما يكونوش مستعجلين عليه علشان لما يرجع يكون فعلا على اعلى مستوى.